طيب احنا هنا بقى هنتخيل مع بعض ان احنا عاوزين نرسم او نطبق الجزء اللي احنا قلناه من شوية بس بالمسطرة والمثلث. طبعا ده بيبقى يكون اوضح عشان تعرف بالظبط الخطوات بتتم ازاي. احنا نفترض ان احنا عندنا مستوى كده وهنبدأ نرسم عليه اسطوانة طالعة لفوق، تمام؟ او ممكن نخلينا ان احنا نرسم مستوى في الاليفيشن وماسورة كده عبارة عن ماسورة طالعة ناحية الشمال كده، تمام؟ فنرسم كده الأول المستويات الرئيسية بتاعتنا. عندنا اختار أي نقطة كده، تمام؟ نيجي رسمنا عليها خط كده بس، نفس الموضوع الجنب التاني خط كده، مجرد بس خطوط عمل عشان نعرف بس نقطة الأصل بتاعتنا فين، ونبدأ نشتغل من عندها. طيب دي كده خطوط العمل بتاعتي. يبقى انا عندي ده الاليفيشن، ده السايد فيو، ومن اللي من فوق ده هيكون ايه؟ البلان بتاعي. طيب دلوقتي بقى انا عاوز ارسم دايره، نقول مثلا نص قطرها نقول 2 سنتي او 3 سنتي، تمام؟ خليها كبيره شويه عشان الدنيا تكون واضحه، تمام؟ نحدد مركزها، وليكن مثلا مركزها في نقطه ما، وليكن هنا كده. المركز ده هيبقى سهل جدا ان انت توصل له عن طريق الحسابات بتاعتك، ما فيهاش اي مشكله. يبقى ده المركز بتاعي، يعني انا حطيته كده نقطه عشوائيه وخلاص اهو، ده المركز بتاعي. قلت المفروض نصف القطر بتاعي كام؟ 30 مللي، تمام؟ يبقى هطلع فوق وانزل تحت، ارسم بقى نصف القطر بتاعي او القطر بتاعي، اطلع 3 فوق و3 تحت. يبقى انا عندي 1 2 3، 1 2 3، اجي طالع كده اهو، تمام؟ ادي ده القطر الاول. بعد كده القطر الثاني انا برسم في المستوى ده، يبقى المثلث بتاعي شكله عامل كده. اظبط دنيتي واظبط المسافات بتاعتي، تمام؟ نوقف كده على نقطة رقم 4 اهو على المسطرة بس، ويمينها 3 وشمالها كام؟ 3. يبقى انا كده رسمت القطرين بتوعي. بعد ما اخلص القطرين بتوعي ابدا ارسم المماسات بتاعتي. المماسات يبقى احنا عندنا هنمشي هنا كده، نطلع برضو فوق عند نقطة التماس. ما دي احنا قلنا دي نقطة التماس ودي نقطة التماس ودي نقطة التماس ودي نقطة التماس. فانا هرسم من عند النقطة دي كده. الطريقة اللي انا بقولها دي هي الطريقة التقليدية خالص، تمام؟ اجي راسم من هنا كده برضو 3 سنتي فوق و 3 سنتي تحت. يبقى ابدأ ارسم كده. طبعا لازم وانا برسم في الموضوع ده يبقى دقيق جدا، لان هنلاقي برضو دلوقتي واحنا بنفنش الرسمة هتلاقي ان هيطلع بعض الاخطاء. يعني هو لو مطلعش اخطاء يبقى انت محظوظ قوي يعني، او دقيق قوي، تمام؟ 1 2 3 بس طبعا بيطلع اوقات كتير ما فيش اخطاء يعني. 1 2 3 عندي ده كده عند 7، ننزل لغاية كام؟ لغاية الواحد. بعد كده المفروض لو انا يعني الشغل بتاعي ده مظبوط 100% النقطة اللي فوق دي تيجي مع النقطة دي بالظبط. طبعا بيحصل بعض الفروقات البسيطة، نمد ده كده لغاية هنا، تمام؟ نفس الموضوع من تحت، نمد ايه؟ الجزء ده، حتى ممكن نمسح دي سنة كده، أعتقد إن اللي على الشمال دي نازلة شوية. كده رسمنا متوازي الأضلاع بتاعنا. المفروض بقى نحدد عندنا ادي دي الزاوية الحادة ودي الزاوية المنفرجة، دي الزاوية المنفرجة ودي الزاوية الحادة. احنا قلنا اللي هنعمله ان هنيجي من الزاوية المنفرجة ونوصل نقاط التماس اللي قصادها. ادي يا عم الزاوية المنفرجة وادي نقاط التماس اللي قصادها بالظبط، ووصل ما بينها، تمام؟ نفس الموضوع هنا برضه، هنوصل من الزاوية المنفرجة لحد نقطة
التماس اللي ما بينهم. تمام، بعد كده نفس الموضوع، هنا زاوية منفرجة وادي نقطة التماس اللي قصادها ونقطة التماس اللي قصادها. أوصل كده. طيب كده يبقى أنا عندي دي كده، شوف هتلاقي إن أنت عندك خطوط اللي هي خطوط المماس بتاعتي. تمام، هتلاقي إن هي الخطوط اللي أنا المفروض هرسم منها أنصاف الأقطار عبارة عن عمودية عليها، وده طبعا منطقي لأن أنا المفروض دلوقتي عشان أرسم الجزء اللي هنا ده هقف هنا كده بالبرجل وأفتح نص القطر عبارة عن ده. تمام، يبقى لازم يكون ده عمودي على المماس ده، لأن إحنا عارفين إن ده وده 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 عبارة عن مماسات للدايرة الكبيرة. نفس الموضوع، هقف هنا عشان ارسم الجزء اللي تحت، وهقف هنا عشان ارسم الجزء اللي فوق، وهقف هنا عشان ارسم الجزء اللي تحت. يبقى اللي انا هعلمه جامد ده، دي المفروض اماكن اللي انا هقف فيها وهبدأ ارسم الرسمة بتاعتي. طيب نبدأ نفتح البرجل بتاعنا ونقف هنا، اجي واقف كده، اجيب المسافه دي كده بالظبط. تمام اهي، واتاكد قبل ما ارسم اتاكد ان المسافه دي كده قد المسافه دي كده. بعد كده امد ايه، ارسم الجزء بتاع الدايره بتاعي. نفس الموضوع، اروح الجنب التاني، المفروض لو انت رسمه دقيق 100% يطلع البعد ده قد البعد اللي فوق بالظبط. طبعا هنا نتيجة أكيد أي خطأ صغير ممكن تلاقي الدنيا مش مظبوطة قوي، فتبدأ تظبطها أنت كده شوية، أو أنا ممكن بعد شوية عن النقطة التقاطع بالظبط نتيجة إن أنا كبرت النقطة، فده فعلا اللي سبب معايا المشكلة. نوري لك الأخطاء اللي هتلاقي نفسك بتقع فيها واللي إحنا أكيد وقعنا فيها قبلك. تمام، آدي رسمنا الجزء ده. طيب بعد كده عشان ارسم الجزء اللي فوق ده اقف هنا عند النقطة دي كده. تمام، واجي بقى فاتح المرة دي البرجل كبير خالص لحد النقطة دي كده، واجي موصل بالطريقة دي كده. تمام، بعد كده اقف هنا واجي موصل البرجل بتاعنا بالطريقة دي. طبعا في كثير من الأحيان وده الأغلب هتلاقي إنها بتيجي في الآخر في الجزء ده كده ومش بتقفل جامد معاك، فممكن كده بالحتة دي كده تيجي ظبطها أنت بالقلم بتاعك. يعني هي ما بتبقاش باينة قوي، بس طبيعي إن أنت لو في خطأ صغير عندك بتلاقي إن الحتة الأخيرة مش بتقفل معاك. تمام، فدي ما فيش أي مشكلة فيها. طبعا أنت بس في البداية هترسم مرة أو اتنين بالبرجل عشان تورينا خطوط العمل، لكن بعد كده مفيش مشكلة لو استخدمت ايه؟ الاليبسويد. تمام؟ انت عندك هنا الاليبسويد عشان ترسم بيها، الموضوع كان سهل جدا، بتشوف نص القطر بتاعك. شوف هي هنا طبعا المشكلة ان انت عندك، انا قايل لك نص القطر كام؟ 3 سنتي، فعشان 3 سنتي فانا اخري هنا 25 مللي اللي هي نص ال 50 دي. فانا عشان ما ينفعش يبقى انا يعني محكوم باسطوانات معينة، فلازم بعرف الطريقة الأساسية اللي أقدر أرسم بيها أي أسطوانة. بعد كده لو في أسطوانة بقى صغيرة، حاجة من الحاجات اللي موجودة قدامي دي كده، ساعتها هستخدم إيه؟ الإليبسويد بتاعتي. طيب لو أنا بقى عاوز أمد دي كده في الاتجاه التاني، لو أنا عاوز دي ماشية كده في الاتجاه التاني أعمل إيه؟ أنا قلت لك هتنقل كل النقاط العمل اللي أنت استخدمتها، بس قبل ما بتنقل بالمرة كده بتيجي إيه؟ محدد نهاية الأسطوانة بتاعتك. أنت نهاية الأسطوانة بتاعتك تحت كده أهي، بتيجي ماشي كده معاها لحد ما توصل لآخر نقطة تماس. تمام أهي، شوف يعني أنا بفضل ماشي كده بالمثلث بتاعي لغاية ما أوصل لآخر نقطة تماس، وأحاول أظبطها كده عند رقم صحيح، وأشوف أنا المفروض الأسطوانة بتاعتي دي طولها قد إيه. هنقول مثلا وليكن طولها نقول كام؟ 6 سنتي مثلا، يبقى 1 2 3 4 5 6، يبقى أجي فاتح كده وراسم بالطريقة دي كده. طيب وفوق نفس الموضوع، اجي طالع كده فوق لغايه ما اوصل كده للنهايه برضو، يعني شوف افضل ماشي كده لغايه ما اوصل ايه للنهايه بتاعتي. النهايه دي اهي عند برضو النقطه، لحد كده نقطه نظبطها عند نقطه، يعني نقطه مظبوطه على المسطره بتاعتي. افضل تخليها من 6 بالظبط عشان ما ترسمش عند النهايه،
قال لها 7 وارسم لحد 1 سم. كده انت حددت بداية ونهاية الصورة بتاعتك. ابدأ بقى ايه اللي انت عاوز تنقله. انت مبدئيا كده عارف 1000000% انك هترسم، يعني ده كده هيترسم زي ورا، والحتة دي كده هيترسم زيها ورا، والحتة دي هيترسم زيها ورا. يبقى انقل بس اللي انت محتاجه. يعني انت مش محتاج تنقل النقطة دي، لان النقطة دي انت رسمت بيها الجزء اللي من ورا ده، انا هنا مش هحتاجه، لكن انا محتاج انقل النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، تمام؟ وطبعا النقطة دي والنقطة دي، تمام؟ والنقطة دي كده، و حتى انا مش محتاج ان الا النقطة دي ولا النقطة دي، لان كده كده مش هوصل لهم. انا اهم حاجة عندي هيبقى نص القطر، والباقي مش فارق معايا. طيب يبقى بمنتهى البساطة نبدأ ننقل النقطة دي الأول. دي بقى بتبقى محتاجة تركيز قوي عشان ما تنساش النقاط اللي انت نقلتها. يعني الحتة بتاعت الأسطوانة دي أصلا بتبقى آخر حاجة في الرسمة بتفنش فيها الرسمة بتاعتك، عشان ما تتوهش في موضوع النقاط ده، انت لازم تبقى مركز فيها كويس جدا. طيب احنا قلنا بننقلها كله بمقدار 6 سم. يبقى دي النقطة الأولى اهي، 1 2 3 4 5 6. يعني صدفة بقى انها وقعت تعتبر عند نفس النقطة دي كده بالظبط. يعني وقعت عند النقطة دي كده بالظبط، تمام؟ خلاص بس خليك فاكر بقى. طيب النقطة دي نفس الموضوع، 6 سم برضو. يبقى 1 2 3 4 5 6 اهي. كل اللي اعمله احط بس النقطة هنا كده. طيب بعد كده النقطة دي كده، 1 2 3 4 5 6، تمام؟ يبقى النقطة دي والنقطة دي كده، دي انا نقلتها هنا ودي انا نقلتها هنا، تمام؟ طيب بعد كده نقطة التمازي اهي، محتاج انقلها طبعا، هنقلها برضو 6 سم، تتنقل هنا كده. ونقطة التمازي دي كده اللي هي من فوق دي، عاوز برضه انقلها قد ايه؟ 6 سم. بس هتلاقي ان احنا قلنا ادي نقطه، ادي 2، ادي 3، ادي 4. بالشبه بقى هتلاقي ان دي هي قصاد دي، دي قصاد دي، دي قصاد دي، ودي قصاد دي. يعني دي النقاط اللي المفروض هرسم منها الجزء بتاع الدايره دي كده، ودي النقطه اللي هرسم منها الجزء بتاع الدايره دي، والمفروض النقطه دي اللي هرسم منها الجزء بتاع الدايره دي. فكل اللي هعمله هقف بيه. طبعا الموضوع ده بالاليبسويد سهل جدا جدا جدا. طيب هاجي واقف هنا، حدد نصف القطر ده كده تاني، تمام؟ حددنا نصف القطر ده، اجي طالع هنا واجي راسم الجزء ده كده. طبعا اكيد هتقطع مع الخط بتاعي اللي انا هرسمه، هقف لغايه عنده. نفس الموضوع، اقف هنا كده، لحد ما اتقاطع مع الخط اللي تحت، تمام؟ بعد كده الجزء الكبير ده ارسمه ازاي؟ برضو اقف كده عشان اجيب نصف القطر بالظبط. بعد كده اقف عند النقطة دي كده، اللي هي حوالي في الاغلب عند النقطة دي، واجي شادد الخط بتاعي كده. يبقى كده انا رسمت الاسطوانة الرئيسية من قدام، ونقلتها لورا مقدار 6 سم، وجيت من ورا كده رسمت التانية بتاعتها او الكيرف بتاعها، تمام؟ يبقى ده شكل ايه؟ الاسطوانة بتاعي لما مديته في 3D، تمام؟ اظن ما فيش اي مشكلة. طبعا لو حبيت ارسم بقى من جوه، وليكن مثلا عاوز ارسم جوه بقى اسطوانة تاني اصغر اللي هو وليكن ثقب مثلا، هعمله ازاي؟ تعالى بقى المرة دي نعمله بالاليبسويد ونشوف احنا بنحتاج ايه بالظبط في الاليبسويد. طيب المركز هو نفس المركز، تمام؟ بعد كده انا عاوز احدد بس نقاط التماس. يعني انا كل اللي محتاجه نقاط التماس فقط. اعملها ازاي بقى؟ انا هقول مثلا نصف القطر الدايره اللي جوه دي وليكن مثلا 2 سم، ماشي؟ وليكن 2 سم. هعمل ايه؟ اجي ماشي كده 2 سم و2 سم و2 سم و2 سم، نمشيهم بالمسطره اهو، تمام؟ طبعا المفروض ان انا اصلا الخطوط دي مش موجوده عندي، بس لو موجوده عندي وعملها خطوط عمل خلاص بقى همشي عليها كده، استغل انها موجوده. ونقول عندنا ادي 2 سم يا عم، ادي النقطة اهي، والنقطة التانية
اهي. النقطة الثالثة، ايوه. النقطة الرابعة اهي. يبقى انا حددت نقاط التماس، بس انا مش محتاج غير نقاط التماس دي، حتى مش محتاج ارسم المماس نفسه. بعمل ايه؟ باجي ماسك الالبسوي بتاعي، بشوف انا نص القطر 20، يعني القطر بتاعي 40. باجي ماسك الالبسوي بتاعتي كده، واجي مظبط الرسمه بتاعتي. باجي دي الالبسوي اللي هرسم بيها، اقعد اظبط بيها كده لغايه ما اوصل ان نقاط التماس كلها تبقى موجوده على الحواف بتاع الصوره بتاعتي. او لو انا راسم انصاف الاقطار، هتلاقي ان الخطوط بتاعت الالبسوي اللي موجوده عليها دي كده هتلاقيها منطبقه بالظبط على انصاف الاقطار، تمام؟ هتلاقيها انها يعني تقعد تظبط فيها كده شويه، وبعد كده على خطوه واحده تيجي راسمها، بس تلاقيها اترسمت بالشكل اللي قدامك ده. طبعا في لحظه هتلاقيها، في لحظه اترسم، تمام؟ تمام. ده بالنسبه لرسم الالبسوي.